تتحول إلى باريس، وهذه النافذة الخاصة عن الانتخابات الفرنسية مع الزميل روبير النخل. إليك روبير. شكرا سامي، نحن مستمرون معكم في هذه التغطية من العاصمة الفرنسية للانتخابات التشريعية المبكرة في هذه الدورة الثانية والحاسمة. يترقب الفرنسيون فتح صناديق الاقتراع بعد أقل من 12 ساعة من الآن، فيما بدأ الاقتراع في مناطق ما وراء البحار حيث ينتشر الفرنسيون. في هذه التغطية سنكون مباشرة في قراءة لهذه الأرقام، وأيضا في قراءة متأنية للوضع الأمني للمرحلة ما بعد الانتخابات ليوم الاثنين المقبل، كيف سيكون المشهد السياسي. اليمين المتطرف كان أعلن، أو أقصى اليمين كان أعلن بأنه سيتصدر هذه الانتخابات وفق استطلاعات للرأي، حيث كان حصد في الجولة الأولى أكثر من 33%، فيما 28% لليسار الوسط وقد تحول إلى أقصى اليسار، وأيضا معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي دعا إلى هذه الانتخابات المقبلة لمس 20% فقط. متابعة لهذه التغطية نرحب بضيفنا هنا في استديوهاتنا في العاصمة الفرنسية باريس، الكاتب الصحفي الشهير في صحيفة لو فيغارو في ملفات الخارجية الفرنسية رونو جيرار. أهلا بك سيد رونو عبر سكاي نيوز عربية. تحت الهواء كنا نتحدث أولا عن الإجراءات الأمنية التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، ولكن الأبرز أي مشهد سياسي سيتشكل بعد هذه الانتخابات المبكرة؟ صعود أقصى اليمين هو مؤشرات لمزاج الناخب الفرنسي تحديدا في الأرياف الفرنسية. باريس قالت كلمتها، أكثر من 501 من أصل 577، 76 من هذه الدوائر حسمت في الجولة الأولى الأحد الماضي. أي توقعات وفق النسب، ومن سيشكل هذه الحكومة مع استحالة الحصول على أكثرية مطلقة لأي من الأفرقاء الثلاثة؟ الحضور الشرطي وحضور القوات طبعا هذا بسبب المخاطر، ربما بانتصار التجمع الوطني وهو من أقصى اليمين. وزير الداخلية طبعا كان يخشى كثيرا من أن الناس من أقصى اليسار ربما سيفعلون الدورة الثالثة في الشوارع كما يقال. وطبعا هناك استطلاعات الرأي التي تقول بأن التجمع الوطني سيكون أكبر حزب في الجمعية الوطنية، ولكنه لن يحصل على الأغلبية المطلقة، وبأنه سيكون هناك ربما تحالف في الجمعية الوطنية خاصة بين الوسطيين الماكرونيين وبين الاشتراكيين. ولكن سنرى ما إذا كانت مقاعدهم أو أعدادهم تكفي ليكون رئيس الوزراء منهم وليعينه مانويل ماكرون ليحكم. الحديث بأن الماكرونية أو هذا التيار الوسط سيضمحل سيذوب بعد هذه الانتخابات، كان يتحدث الرئيس ماكرون قبل الدعوة إلى هذه الانتخابات بأنه سينتزع 40%، أقل من النصف ما حصل عليه. هل من مفاجآت تحملها الصناديق غدا؟ وماذا عن تحالفاته التي وصفت بالهجينة في مواجهة أقصى اليمين؟ هذه التحالفات طبعا ستكون هشة، فالبلد مثلا قد قال وبكل وضوح بأنه مع اليمين في الانتخابات الأوروبية ومن الجولة الأولى أيضا في هذه الانتخابات، ولكن ماكرون لأسباب التحالف أو تحالف الجمعية الوطنية عليه أن يطبق سياسات ربما يسارية قليلا، فهو أعلن عن إصلاح مثلا الضمان للبطالة، ففي فرنسا ربما هي أكرم بلد في العالم في هذا الإطار، وتخلى هو عن ذلك الإصلاح. ولكن طبعا مؤسسات الجمهورية الخامسة قوية جدا والتي وضعها الجنرال دوغول، وهي تسمح للتنفيذ بالحكم. الحكومة ليس من واجبها أن تكون لديها ثقة الجمهورية
الجمعية الوطنية، ولكن الجمعية الوطنية يمكن مثلا أن تقيل الحكومة، ولذلك ينبغي على اليسار أقصى اليسار والوسط أن يتحالف، وبالطبع لا يمكن أن يفعل هذا الأمر من دون تحالف حقا. الجمهورية الخامسة تترك للسلطة التنفيذية وسائل الحكم في فرنسا. المؤسسات الدستورية الفرنسية مؤسسات صلبة، هل فعلا هنالك صلابة لهذه المؤسسات ستعيد تكوين نفسها؟ الربط بين مرحلة 1958 وما يعني أدى إلى خروج الرئيس دوغول من السياسة، تشبيه هذه المرحلة بأنها نهاية الجمهورية الخامسة في فرنسا، هل هنالك ثقة بصلابة هذه المؤسسات وتجاوز هذه المرحلة، أم سيدعو الرئيس من جديد، سيحل بعد عام هذا التجمع الوطني وسيدعو إلى انتخابات جديدة؟ الرئيس لا يمكن مثلا خلال سنة أن يسقط الحكومة، هو لديه إمكانية أن يحلها بعد سنة، نعم الجمعية العامة، ولكن سلطته ونفوذه طبعا ليس قوية جدا، ومع 74% في الانتخابات الأوروبية ينبغي القول بأنه قد بدا في المسرح السياسي بأن ماكرون كان لديه ربما دعم 24% من الناخبين الفرنسيين، فهو ليس قويا وليس لديه نفوذ كما كان في الماضي. هناك مشكلة أيضا بالنسبة للتاريخ، فهو كان يريد أن ينظر إليه كرئيس إصلاحي، لأن فرنسا تحتاج الإصلاحات، فهناك ديون ضخمة جدا ولا يستطيع أن يوازن في الإنفاق الحكومي، وهناك مشكلات في الهجرة ومشكلات داخلية وفوضى في المدارس. لذلك فرسالة التجمع الوطني كانت قوية واستمع إليها الشعب، وكنا ننتظر من ماكرون أن يدخل إصلاحات، وكنا ننتظر على مدى 7 سنوات، وفي نهاية المطاف بما أنه قد ضعف الآن فهو ليس قادرا أو لا يعلم ما إذا كان سيكون قادرا في 3 سنوات المقبلة أن يحقق الإصلاحات التي وعد بها. إذن الناس يمكن أن يقولوا بأن ماكرون كانت لديه 10 سنوات من الحكم ولا شيء. إذن التحدي الأكبر لماكرون هو هل سيدخل في تاريخ فرنسا وفي أجمل صفحات تاريخ فرنسا. سيد رون، هل هنالك خيبة أمل لدى الفرنسيين اليوم، هذا الاحتضان لأقصى اليمين، الملفات الاقتصادية، وأي تشريعات ستتجه إليها الجمعية العامة المرتبطة بملفات الهجرة، العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، مستقبل العالم، الرئيس الأمريكي الجديد؟ أيضا هنالك ملفات الحرب، إن كانت في غزة، الحرب في أوكرانيا، كلها تدخل على خط اليوم هذه الانتخابات ومزاج الناخب الفرنسي. أعتقد بأن فرنسا لا يمكن أن تفعل شيئا فيما يخص الحرب بين أوكرانيا وروسيا. إيمانويل ماكرون حاول وقابل في فرنسا واستضاف زيلينسكي وذهب إلى بوتين وحاول أن يكون هناك اتفاق بين روسيا وأوكرانيا ولم ينجح. أعتقد بأنه لو كان هناك اتفاق فسيكون بين ترامب وبوتين، فترامب قال بأنه سينهي الأمر في 24 ساعة، طبعا لا نعرف ما إذا كان ذلك ليحدث، وقال بعد ذلك بأنه سيستعمل فترة ما بين انتخابات نوفمبر والتنصيب في 20 يناير لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا. لا نعرف ما إذا كان يستطيع فعل ذلك، وما إذا كان ترامب حتى سيفوز بالانتخابات. ولكن أعتقد أن فرنسا لا يمكن أن تلعب دورا هنا، ولا يمكن لفرنسا أيضا أن تلعب
لعب دورا كبيرا جدا في النزاع في الشرق الأوسط. نعم، في البداية كان هناك سفر وزيارة من ماكرون في أكتوبر 2023 إلى إسرائيل وأيضا إلى الضفة الغربية وإلى مصر، ولكن الآن موقف فرنسا وتغير كثيرا لأنها كانت قريبة من إسرائيل بعد ومنذ 15 يوما كان هناك إسرائيليون قد طردوا من معرض الأسلحة في باريس، والإسرائيليون طبعا أحبطوا وشعروا بالغضب. ووزير الدفاع الإسرائيلي قال بكل وضوح بأن فرنسا لا يمكن أن تلعب دورا دبلوماسيا في حل الأزمة بين شمال إسرائيل وجنوب لبنان. ولكن بشأن الاتحاد الأوروبي، أعتقد بأن فرنسا تبقى في الاتحاد الأوروبي، ولكن ينبغي التذكير بأن التجمع الوطني قد غير السياسة، فهو ليس الآن ضد الاتحاد الأوروبي. وحتى بارديلا قال بأنه لو أصبح رئيسا للوزراء فلن ينسحب من الناتو، لأن لن ينسحب من حلف أثناء الحرب. إذن ليس هناك خطر من انفجار أوروبا بسبب فرنسا، ولكن الشركاء مثلا الألمان والهولنديون والسويديون والفنلنديون يطلبون منا جدية أكثر في إدارة موازنتنا، ونعم لديهم الحق. تبقى المعركة الأكبر بعد يوم الانتخاب الطويل غدا النظرة إلى فرنسا في عام 2027. ماذا خسر ماكرون؟ نتائج الغد سترسم صورة مشهد الانتخابات الرئاسية، وكيف سيستمر الرئيس في الإليزي وسط هذه الانقسامات، ومن الأوفر حظا للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية أو دخول الإليزي بعد نتائج الغد، وهي المعركة الأكبر بالنسبة للفرنسيين وبالنسبة لأقصى اليمين.2027، نعم لديك الحق في طرح سؤال، إنها المباراة الحقيقية الكبرى، لأنه لو أن مارين لوبان انتصرت وفازت بالرئاسة فسيكون هناك مثل كرة الثلج التي تتدحرج، وتكون هناك انتخابات تشريعية ربما ستسمح لبارديلا بأن يصبح رئيسا للوزراء، لأنه من الآن فصاعدا الأقصى اليمين التجمع الوطني هما شخصان، وهما مارين لوبان للرئاسة وطبعا التوجه الأكبر والدبلوماسية، ثم عمل كل يوم والذي هو متعب جدا، وهو للشاب جوردان بارديلا الذي لديه 28 عاما والذي يمكن أن يعمل ل14 ساعة في اليوم. أنا لست متأكدا ما إذا كان الناشطون والمشرفون على التجمع الوطني والمسؤولون ربما هل يشعرون بالحزن لأنهم لا يمكن أن يحكموا مثلا ابتداء من 7 يوليو، لأنهم سيقولون لو أنهم مارسوا السلطة منذ اليوم فربما سيضعفون ويتعبون، لأن هناك الكثير من الإصلاحات وسيشعرون بالتعب قبل الرئاسيات وربما سيخسرون. إذن هم ربما يودون أن يصلوا نشطين جدا لهذه المباراة الكبرى التي الجميع يسلط عليها أنظاره، وهي المعركة الرئاسية 2027. رونو جيرار الصحافي الفرنسي المحنك في السياسة الخارجية وأشهر كتاب المقال في فرنسا في صحيفة الفيجارو، أشكرك عبر سكاي نيوز عربية وعبر غرفة الأخبار، كنا معكم في هذه التغطية مباشرة من عاصمة الفرنسية. ساعات قليلة ويتجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 707 من أعضاء التجمع الوطني 577، وهي فعلا معركة حقيقية بالنسبة للفرنسيين وبالنسبة للأفرقاء الثلاثة في هذه المواجهة السياسية المفتوحة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس ماكرون. نعود الآن من جديد إلى أبوظبي إلى غرفة الأخبار مع سامي قاسمي. شكرا روبير.